كنا عايزين نعرف الناس ناوية تضحي ازاي السنة دي، فكرنا ننزل الشارع ونسألهم بنفسنا. انت بتذبح ولا لا؟ يعني لو انا ما اقدر اللي انا ما قدرت اللي انا اذبح بذبح. طيب لما حضرتك بتذبح بتوزع لمين؟ للي محتاجها، يعني المحتاجين. احنا كنا عايزين نسألك انت بتذبح ولا لا؟ اكيد بذبح. طيب لو بتذبح بتذبح مع مؤسسة ولا بتذبح لوحدك؟ لا بذبح مع مؤسسة، مبقاش فيه عندي وقت، وبالنسبة لي افضل ان انا اذبح مع مؤسسة عشان هي بتتولى بقى الذبح والتوزيع، بتتولى ان هي بتعرف توصل الحاجات ديت لناس مستحقين. انا ما بقدرش، ما بكونش عندي علم شويه ان انا اذبح عند مين او مين يذبح لي. حضرتك بتذبح ولا لا؟ بذبح. ما بتذبح بتوزع لمين؟ للفقراء طبعا، قدر استطاعتي بحاول اجمد كل سنه برضو عشان اذبح، عشان احسس الناس بالسعاده برضو. كنا عايزين نسالك انت بتذبح ولا لا؟ اكيد طبعا. طيب كنت بتذبح لوحدك ولا مع مؤسسه؟ في الاول كنت بذبح لوحدي انا وعيلتي وممكن جيراننا، دلوقتي بذبح مع مؤسسه طبعا. طيب عايزين نسأل انت كنت بتوزع لمين؟ الاول كنت بوزع للناس اللي قريبين محتاجين، الناس اللي حوالينا يعني. دلوقتي طبعا مؤسسات، بقيت فعلا عارف ان انا الضحية بتاعتي ممكن بتوصل الناس اللي فعلا انا مش عارفهم ومعرفش حاجة عنهم، الناس البعيدة، الناس المحافظات كلها، الناس اللي حوالين مصر كلها. فدي احسن حاجة بصراحة، لو عادي تبقى مع مؤسسة بيوفروا عليكي وقت، بيوفروا عليكي مجهود، بيتأكدوا ان ضحيتك فعلا اتذبحت صح، لأن في نفس الوقت وصلت الناس المظبوطة والناس البعيدة. سمعنا آراء الناس، نحب نقول لكم إن بنك الطعام سهل عليك، لأنك بأي مبلغ سواء صغير أو كبير هتقدر تضحي، ومع بنك الطعام أضحيتك هتوصل لكل المستحقين سواء القريب منهم أو البعيد.